يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، يشرفني وينورني. زي ما قلت لكم قبل الفاصل، واحد من الاسماء المحترمه جدا، الاسماء الكبيره جدا في تاريخ الكره المصريه وتاريخ المدافعين المصريين، كابتن الكبير كابتن معتصم سالم، مدافع نادي الاسماعيلي ومنتخب مصر الاسبق. كابتن معتصم مشرف ومنور كالعاده. يعني انا سعيد جدا انا معاك والله بجد. حبيبي يا كابتن يعني معتصم، اخبارك؟ طمني عليك. الحمد لله امورك كويسه. خير الحمد لله تمام. هجي لك على الاسماعيلي، بس لازم نبدا من حيث انتهى اليوم. مباراه الاهلي النهارده والبنك الاهلي كانت مباراه حلوه من حيث الاداء الهجومي من الفريقين. يعني البنك الاهلي بيهاجم كويس، الاهلي طبعا بيهاجم، فالمباراه كانت مفتوحه، فبالنسبه لنا دي مباراه ممتعه. شفتها ازاي؟ بص، هو الاهلي يعني مقدم مسلسل كده في الدوري مختلف عن المسلسل اللي بيقدمه في افريقيا. صح. ففي يعني في اهلين، اهلي الدوري غير اهلي افريقيا. اهلي الدوري الاهلي بقاله 4 ماتشات دلوقتي مش عارف يكسب، وغالبا ده رقم ما اتكررش قبل كده للاهلي في الدوري، انه تقعد 4 مرات تقريبا من 2011 2012. يعني تقريبا من فتره بعيده. صح. يعني 4 مرات من فتره بعيده ما تكسبش، دي غريبه قوي. ده يعني ليه برهان كده بالنسبه لي انا قدامي، ان تجهيز المدير الفني للعيبه في الدوري مختلف عن تجهيزهم في افريقيا. صح. لان اللعيبه هي مظبوط، مفيش اختلافات كتيره جدا. النهارده النادي الاهلي كان تقريبا بيلعب من غير وسط ملعب. صح. تقريبا يعني. فعشان كده ده كان حمدي فتحي والسوليه وديانج مؤثر اكيد، وجود رامي في وسط الملعب وهو راجل مدافع اكتر يعني، فكان في حضن المدافعين اكتر. صح. فكان في فجوه كبيره قوي بين وقفشه اللي المفروض جنبه اصلا، ده هو لاعب وسط مهاجم. بالظبط. يعني ادوار الدفاعيه مش قويه. صحيح. فالدنيا بالنسبه للنادي الاهلي في وسط الملعب كان فيها ادت مساحات كبيره لنادي البنك الاهلي، عملت الشكل الهجومي اللي احنا شفناه لنادي البنك الاهلي مع التركيز الكبير قوي للمدافعين. فلا يعني كان ماتش حلو النهارده للناس المتفرجه، لكن النادي الاهلي لحد دلوقتي مش مدي لجمهوره الامان في موضوع الدوري خاصه. طيب الاهلي كان عنده اكيد غيابات النهارده، غيابات مؤثره للاصابه. هل الغيابات دي تؤثر كل التأثير ده على النادي الأهلي في قوام كبير في عدد كبير من اللاعبين المفروض تؤثر ولا ما تؤثرش؟ لا أنا شايفها ما تؤثرش لأسباب. يعني الناس اللي هي كانت موجودة النهاردة هي ناس رجليها في الملعب، يعني مش ناس بعيدة بقالها فترة. يعني لو كنا قلنا مثلا ان لعب متولي النهارده كنا نقول لا ده بعيد بقاله فتره. صح. لو قلنا محمد محمود لعب النهارده فهنقول بعيد بقاله فتره. لكن لا، كل الناس رجليها في الملعب. وبعد كده بعد ماتش ليفربول امبارح يا كريم، ليفربول وساوثهامبتون 9 لعيبه متغيرين من ماتش تشيلسي، وما فيش تغيير لا بدني ولا فني ولا في طريقه اللعب خالص. صح. فده شغل مدير فني. ازاي اعد اللعيبه بتاعتي بدنيا وذهنيا وطبعا فنيا مع بدنيا. فدي مهمه المدير الفني، حتى لو انا لعيب بقاله كتير ما بيلعبش. احنا شفنا زي ما بقول لك موضوع ماتش ليفربول خاصه امبارح، نسف الموضوع ده خالص، ان احنا نقول ده الفرقه بقى لها في ناس غيابات كتير او في لعيبه. لا، انت نادي كبير ونادي بتلعب في افريقيا، والقايمه بتاعتك فيها لعيبه كتير، المفروض ان انت جايبها عشان خاطر اي غياب ما ياثرش عليك بطريقه سلبيه كبيره. صحيح. فلازم تبقى مجهز اللعيبه بتاعتك اللي هي اللي انت شايفها اللعيبه البدلة بتوع اللعيبه الاساسيه، لازم تكون مجهزه بنفس الطريقه اللي مؤسس بها اللعيبه الاساسيه. وفي نفس الوقت تبقى مختار اللعيبه البدلة بنفس المستوى بتاع اللعيبه الاساسيه، مش هنقول نفس المستوى الكبير لكن قريبين من بعض، بحيث ان لما تيجي تحتاج حد فيهم ما يبقاش في جاب كبير جدا. صحيح. فما انا بالنسبه لي موضوع ان لعيبه كتيره غايبه او لعيبه، لا انا مش شايف كده. طيب قال برضو بيتسو موسيماني بعد المباراه ان حظنا يعني ان احنا مضطرين ننافس على كل البطولات، والجماهير مطالبه بتطالبنا دايما ان احنا نكسب في كل المباريات. رايك ايه في التصريح ده؟ هو تصريح مش في محله، لان هو ماسك النادي الاهلي. والنادي الاهلي طول عمره متعود على كده. يعني طول عمره لا ده زمان بقى كان في يعني انا لما ايام كنت بلعب في 2003 2004 مثلا مع النادي الاسماعيلي في بداياتي، كان في بطوله افريقيا وبطوله دوري وبطوله كاس وبطوله عربيه، فلا كان في كتير قوي، كان في بطولات اكتر من كده. صحيح. فهي انت دلوقتي عارف ان انت عندك ماتشات كتير وماتشات مضغوطه، فلازم تركيزك وتجهيزك للعيبه في كل الماتشات زي بعض، خاصه ان انت عندك قوام كبير. يعني انت برضو يعني ما عندكش نقصان في عدد اللاعبين، انت عندك لعيبه كتير، الفكره انك تجهزهم بشكل كويس زي ما حضرتك قلت. والنادي الاهلي عارف كده كويس، وبيجهز قائمته في بدايه السنه للظروف اللي زي دي، لانه مر بيها قبل كده. والسنه اللي فاتت مر برضو بنفس الظروف اللي هي ضغط المباريات، واثرت عليه في ماتشات الدوري، فواضح ان هو ما اتعلمش من الدرس بتاع السنه اللي فاتت. لكن اغلب تصريحاته النهارده انا مش معاه فيها يعني. لكن برضه ما بلومش عليه كتير، لان اللعيبه اللي بتلعب النهارده هي مش لعيبه اساسيه، لكن المفروض انا كلاعب يبقى عندي الطموح ان انا ابقى موجود. ايوه. ان انا اثبت نفسي ان انا عشان ابقى في القائمه الاساسيه بتاعت النادي الاهلي. صح. ده شيء برضه كبير جدا. صح. بالنسبه له وبالنسبه للجمهور وبالنسبه للنادي. فبرضه بلوم على اللعيبه شويه اكتر. وفي نفس الوقت بحيي كابتن خالد جلال،
ادار الماتش بشكل كويس، ارى النادي الاهلي كويس قوي، ولعب على المساحات اللي بين خط الوسط والمهاجمين وبين خط الوسط والمدافعين، ان ما كانش فيه اصلا، فكانت الامور كلها اي كره طويله على النادي الاهلي كان بيعملها كويس قوي نادي البنك الاهلي، وخاصه كمان في حته ان لاعب عاصم النهارده باك ليفت قدامه يعقوبه، اللعيبه كويسه قوي بتعمل جبهات، يعني يعقوبه في اغلب في بعض الماتشات مع الكابتن خالد بيلعب باك ليفت صحيح، لكن عنده شويه ثغرات دفاعيه. النادي الاهلي ما ينفعش تلعب معاه كده، لان النادي الاهلي عنده ناس في الهجوم يقدروا يغيروا اي نتيجه صحيح. فراح ملاعب عاصم عشان يقفوا قدامه يعقوبه، فواضح ان هو قاري الماتش كويس، اللعيبه نفذت النهارده كويس جدا، اضاعوا فرص كتيره، وانا شايف يمكن هي فرص البنك اخطر كمان من صح. فرص النادي الاهلي صح. خاصه في الشوط الثاني يعني شفت بامبو ضيع واحده سهله جدا، وهلال بعدها ضيع واحده سهله جدا، انفرادات انفرادات يعني. لكن كان ماتش كويس بالنسبه من الحاجات الملاحظه جدا يا كابتن معتصم، وانت اكيد لاحظتها، ان كل الفرق بتتجرأ على كل الفرق. يعني انا افهم مثلا زمان وانت كنت حتى بتلعب، هتلاقي مثلا الاسماعيلي يقدر يتجرأ قدام الاهلي والزمالك، دلوقتي بيراميدز يقدر يتجرأ قدام الاهلي والزمالك، لكن دلوقتي اي فريق يلعب قدام الاهلي والزمالك، لا انا ليه ما اكسبش وليه ما هاجمش وليه ما اطلعش بثلاث نقط؟ ما بقاش في الفرق اللي يقول لك ايه انا اهم حاجه اخد نقطه من الاهلي او الزمالك، دلوقتي لا اخش اخد ثلاث نقط ما اخدش ليه. لا اصل خد بالك كمان دلوقتي اغلب الانديه ما بتحاسبش المديرين الفنيين على ماتش الاهلي والزمالك. يعني بيبقوا عارفين ان في فرق في مستوى اللعيبه. صحيح. فاي نتيجه بتعملها قدام الاهلي والزمالك، يعني هو مش هيمشي بعد خساره ماتش اهلي مثلا او ماتش زمالك، فبيبقى عنده الجرأه اكتر من كده. فهتلاقي انه الفرق فعلا بقت العناصر دي والعناصر اللي في اهلي وزمالك وبيراميدز، اهلي وزمالك وبيراميدز اسماء. بس لا، ما هو دول زيهم قريبين منهم جدا في المستوى. فعلت المستويات متقاربه جدا في الدوري. فعلا. وده اللي بيدي الفرصه شويه للمديرين الفنيين انه يتجرأ شويه. وبيبقى ليه طريقه لعب برضه قدام النادي الاهلي والزمالك، هو ما فيش حد قدام النادي الاهلي والزمالك بيلعب فاتح. برضه بيعمل طبعا تكتل دفاعي شويه وبيلعب على المرتدات، لانه عنده عناصر، يعني اغلب الاسماء اللي انت قلتها كلها في خط الهجوم وخط الوسط. صحيح. فهتلاقي العناصر قويه شويه في الخطين دول، فممكن يعمل مرتدات قويه، فتلاقي الدنيا يعني اسهل. صحيح. طيب اخدك للزمالك ونبقى نختم بالاسماعيلي. طبعا لازم انت معايا نتكلم عن الاسماعيلي. الزمالك امبارح خساره تانية على التوالي، تحس ان هو ماشي والاهلي عمالين يكرروا يفقدوا نقاط. الناحيه الثالثه بيراميدز معاهم يفقد نقاط، فتحس انه الثلاثه المنافسه بينهم قويه جدا، بس الثلاثه المنافسه بينهم قويه عشان عمالين يخسروا نقاط، مش عشان حد فارق بالنقاط. بس الزمالك امبارح الاداء مش حلو، يعني ما تقدرش تقول مثلا ان الزمالك خسر المباراتين دول بسوء حظ مثلا او باخطاء تحكيميه، لا، الزمالك في المباراتين كان يستحق الخساره سواء انبي او طلع الجيش. تتفق؟ نادي الزمالك بيفتقد دلوقتي الترابط شويه في وسط في الملعب. يعني بين اللعيبه تحس ان مفيش ترابط، تحس ان اللعيبه كلها عايزه هي اللي تجيب الجون. مفيش انسجام، مش مفيش انسجام بالمعنى المفهوم. يعني ما بتلاقيش فيه حلقه وصل بين خط الوسط بتاع نادي الزمالك وخط الظهر، لان اغلب الكور الطوليه دلوقتي على نادي الزمالك خطر جدا، واغلبها انفرادات. نفس الكلام، مفيش حلقه وصل بين خط الوسط وخط الهجوم. يعني خط الوسط الهجومي اللي في نادي الزمالك مثلا شفناه امبارح امام عاشور على طول متطرف بره، وعايز هو اللي يعمل الجون او يجيب الجون. فبالتالي كانت بتترد، ما كانش فيه غير اشرف رؤى في وسط الملعب، وكان بقى له فتره برده بعيد عن الماتشات، فانا كانت وسط الملعب برده في نادي الزمالك كان مفتقد الموضوع. نادي الزمالك امبارح وقبل كده الترابط اللي بين اللعيبه وبعض مش موجود. بس في مشكله في الزمالك اكيد انت بقى تلاحظها كمدافع كبير، يعني في مشكله في خط الدفاع في مصر كلها، في مش مصر في الزمالك كلها؟ بس طبعا في مصر كلها في مشكله في خط الدفاع، مش كامكانيات لعيبه فرديه لكن كمجموعه كتمركزات دفاعيه لكل فرقه. عندنا مشكله كبيره جدا في التمركزات الدفاعيه، كبيره جدا، وحاجات سهله صح. حاجات الكور الطوليه دي المفروض دي اسهل كره تتلعب على المدافع، وده كان واضح كمان النهارده في الاهلي. طبعا مش النهارده بس، في مباريات كثيره انه الاهلي فيه مشكله في التمركزات الدفاعيه. النادي الاهلي ونادي الزمالك كل فرق الدوري بلا استثناء ممكن تكون درجات مختلفه عن بعض طبعًا. لكن كلهم بلا استثناء عندهم اخطاء دفاعيه في التمركزات الدفاعيه، وقفه المدافعين اغلبها كلها غلط. ودي مشكله كبيره جدا، ما اعرفش هل ده ذهنيا، هل هم باصص للكوره مش باصص للمان بتاعه. لما تبقى الكره طوليه المفروض واحد مع المان وواحد نازل مغطي تحت، ما بقاش في حد مغطي تحت دي خالص في الكره الطوليه، على طول كلهم واقفين على خط واحد، فبالتالي المهاجم بيبقى جايب وشه فبيبقى اسرع. فتلاقي انفرادات. فدي مشكله في الدوري المصري كله، موضوع التكتلات التنظيم الدفاعي لاي فرقه. مشكله مدافعين؟
مدافعين فرد، مش امكانيات مدافعين يعني امكانيات فرديه للمدافعين موجوده. طيب مشكله مدربين، هل بص هو لازم كل فرقه يكون ليها حصه تدريبيه تخصصيه سواء لخط الظهر او لخط الوسط او للمهاجمين. طيب اديك مثال، كارلوس كروش الونش محمد عبد المنعم تالقوا تالق مش طبيعي معاهم بالظبط. حتى اي مدافع أي ياسر ابراهيم لما لعب تالق، محمود علاء لما لعب تالق مع كارلوس كروش، هو موجود كان متالق. حجازي طبعا كان متالق، بس عشان لما دول بقى لعبوا مع فرقهم، يعني الونش لعب مع الزمالك متراجع جدا، لما لعب مع محمد عبد المنعم مع الاهلي متراجع جدا، هل هو تراجع فردي ولا له علاقه بالتكتيك بتاع المدرب؟ هنا كان بيعرف ازاي يحميهم وهنا ما بيعرفش يحميهم، بيقصد بلاعبين يعني. طبعا ليه علاقه بالتكتيك وليه علاقه بتركيز اللعيب. واضح جدا ان اللعيبه دي مع المنتخب تركيزها 100% فبينفذ تعليمات المدرب 100% فبالتالي كان شكلهم كويس جدا. في الانديه لا، هو تركيزهم مش 100% واضح قوي، وجايز يكون المدرب قايل له، لكن هو واضح ان تركيزه في المكان دوت. تعرفش هل هو باصص للكره على طول، ان خاصه احنا بنتكلم على الاهلي والزمالك ان هم القوام الرئيسي بتاع منتخب مصر. صحيح. فهل هو باصص للكوره او باصص ان هو عايز يكسب على طول، فمش مركز هو واقف فين؟ ودي بتبقى حاله تركيز للعيب. هو يعني بيتعدي ازاي لماتش زي دوت ذهنيا وفنيا وبدنيا زي ما قلت قبل كده. فلا، هي بتبقى طبعا طريقه مدرب، في نفس الوقت تركيز لعيب. طول ما اللعيب مركز 100% هتلاقيه في حالته. يعني انا عاجبني جدا بقاله فتره كبيره ياسر ابراهيم، مع انه كان بعيد ما كانش بيلعب في بدايه الموسم. صح. الا انه لما رجع يلعب، لا ياسر ابراهيم بيفرق دلوقتي في خط ظهر النادي الاهلي. في تمركزاته تحس ان هو قائد، بيكلم اللعيبه كتير. انا شايف ان ياسر ابراهيم دلوقتي من احسن المدافعين موجوده في الدوري دلوقتي، من احسن ثبات المستوى. دي شيء مهم جدا في كل اللعيبه في كل الخطوط. ما تلاقيش حد ثابت المستوى لماتشين، وفي لعيبه ما بتثبتش مستواها في ماتش واحد لشوطين. ودي مشكله كبيره جدا احنا بنعاني منها في مصر. ان انت بتلاقي سين من الناس السنه دي عمل ماتشات كويسه جدا، خمس ماتشات ورا بعض مثلا كويسين جدا. فتلاقي كله الصحافه والسوشيال ميديا، ده هيروح الاهلي، ده هيروح الزمالك، ده منتخب مصر لازم يضمه، مع ان احنا على ايامنا احنا كنت لازم تلعب سنتين كويس عشان يقول لك ده الاهلي والزمالك بيفاوضوا. صح. فيا جماعه، ثبات المستوى هو ده الفرق بين اللعيب الكويس واللعيب السوبر. اللعيب السوبر ده اللي مستواه ثابت لمده موسمين، يوم ما ينزل كيرفو شويه في الموسم بينزل ماتش مباراه ويطلع بعد كده. صح. يرجع لمكانه تاني. صح. فاللعيب السوبر او ثبات المستوى ده مش موجود في الدوري المصري في اغلب اللعيبه. وعايز اقول لك يمكن في كل اللعيبه، في كل اللعيبه، في كل اللعيبه اللي في مصر، اللي في مصر كلهم ثبات المستوى مش موجود. طب ودي يبقى انت كده بتقولي ان مفيش لعيب سوبر في مصر. ما انت بتقولي اللعيب السوبر ده اللي يقعد موسمين. طبعا. طيب مفيش ولا لعيب سوبر في مصر. انا قاعد معاك اهو، تقول لي لعيب احنا لعبنا دور دلوقتي في الدوري المصري. قول لي لعيب مستواه ثابت طول الدور الاول. هتفكر كتير. صعب. هنوصل لمين؟ يبقى صعب. يعني حتى محمد الشناوي بنسبه كبيره عنده ثبات، بس برضه كان في بعض في البدايه وكان في بعض الاخطاء، وبعد كده جات له اصابه فبعد شويه. هو طبعا مؤثر مع النادي الاهلي، لكن برضه لا، يمكن لو انت بما انك ذكرت الشناوي فهو نقدر نقول هو اكثر ثباتا. صح. الاكثر يعني اكثرهم ثباتا. لكن عشان هو مش الثابت اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه ان احنا نقول دور. مع ان انا بقول لك المفروض اللعيب السوبر يبقى ثابت موسم كامل. حتى علي معلول اللي هو دايما كان ثابت المستوى مع النادي الاهلي بقى له فتره، الامور بدنيه اعتقد الامور بدنيه، ولما رجع من الاصابه ما بقاش زي الاول. صح. بدنيا ما كانش زي الاول، وبعد الاصابه فنيا كمان وقفته في الملعب ودرجه تأثيره للفريق مش زي الأول. فبرضه ما تقدرش تقول عليه معلوم مستوى ثابت الفترة دي. طيب عايز أرجعك لمباراة الزمالك. ما اتفرجت على مباراة الزمالك امبارح. إيه رأيك في تغيير أيمن حفني؟ والله أنا شايف إن الراجل بيرميه في النار. أيمن بقاله كتير قوي ما بيلعبش. صح. يعني أيمن عايز ينزل في ماتش الزمالك كسبان 2. مستريح هجوميا، بيشتغل على الجون كتير فيقدر لكن أنت ترميه في ماتش او تنزله في ماتش بس كلمه ترمي عشان لا يعني في الكوره في الكوره ورقه بترمي ورقه يعني نزله زي ماتش زي دوت، تكتلات دفاعيه كبيره جدا وخط ظهر نادي الجيش بقى له فتره بيلعب جنب بعض وجاهز بدنيا، هو ينزل هو مش جاهز بدنيا ولا فنيا لانه بقى له بعيد بقى له فتره. انت عايز لما تساعده تساعده تنزله في ماتشات تساعده. طيب عايز اخدك شويه دي النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي لو كنا قاعدين القعده ديت من قبل ماتشين فاتوا كنا هنقعد نبكي كثيرا على حال النادي الاسماعيلي، ولكن حال الاسماعيلي يتحسن مع الكابتن حمزه الجمل. ايه اللي حصل تفتكر في اخر مباراتين عشان الاداء يتحسن والترابط يتحسن؟ التزام واحساس بالمسؤوليه. اللعيبه دلوقتي بقى عندها احساس بالمسؤوليه كبير جدا. فبالتالي بقت ملتزمه في الملعب اكتر من الاول بكتير بدنيا وفنيا. فهم ده الفرق بين الفتره دي والفتره اللي قبل كده.
الفتره قبل كده لا، ما انا مش شايف ان اللعيبه كانت لا تركيز في الملعب ولا التزام بتعليمات ولا ترابط في الملعب بين الخطوط ولا اي حاجه، مع ان اللعيبه دي هي اللعيبه اللي كانت بتخسر قبل كده. صحيح. اي نعم كان في عندهم فرصه مجلس الاداره للتدعيمات اللي كانت في شهر يناير، الا انهم في يناير جابوا كل التدعيمات في مركز واحد. ودي كانت مشكله، لان انت عندك مشكله في خط الظهر النادي الاسماعيلي دلوقتي لما بيغيب سيرد باك بتبقى عندك مشكله كبيره. انت عندك باهر وعندك هاشم وعمار ربنا يشفيه جاله صليبي، فانت واقع منك واحد، والرابع اللي بيلعب دلوقتي محمد نصر. فانت عندك ثلاثه دلوقتي، لو حد خد منه انذار وحد اتصاب فانت بيبقى عندك مشكله، فبترجع عماد حمدي نص الملعب تلعبه سيرد باك. فعندك مشكله وقصور في بعض المراكز. كان لازم تدعم المراكز اللي محتاجه تدعيم في يناير. مش كله في ناحيه الهجوم، انت عايز تكسب ماتشات كتير لان انت كان موقفك صعب. في يناير كنت اخر الجدول. مقام براون في يناير المفروض كان دعم يعني. ما انا بقول لك جابوا كل 11 صفقه في خط الهجوم. ما جابش ولا صفقه في خط الظهر غير يمكن الحلواني في الباك ليفت، وهو دلوقتي اللي بيلعب. لو لا قدر الله حلواني حصل له حاجه هتحصل مشكله وهيضطر يجيب حد برجل اليمين يلعب في الحته دي لان ما فيش باك ليفت غيره. فده النقص العادي اللي موجود، عنده نقص عدد كبير. طب تفتكر هل الامور بتاعه المباراتين دول نشوه مدير فني جديد، نشوه مدير كوره جديد زي كابتن حسني عبد ربه، كابتن حمزه الجابر مدير فني طبعا، نشوه كده وحماس هيكمل بشكل كويس الاسماعيلي، ولا انت شايف ان المشكله لسه قائمه؟ بص انا اتمنى لا يعني، والمشهد الماتش اللي فات ما يدلش على كده. يدل لا ان الفرقه مركزه زي ما قلت لك، اللعيبه حست بالمسؤوليه، خاصه الجون الثاني لنادي الاسماعيلي في نادي سيراميكا. نادي سيراميكا نادي كويس جدا طبعا، عنده لعيبه وعنده عناصر كويسه جدا، ودلوقتي جاله جهاز فني احمد سامي من الناس اللي كويسه، انا اشتغلت معاه مدرب في النجوم لما كنا بيلعب في الدوري الممتاز. مدربين كويسين جدا اللي بيعرف يقرا الخصم وبيعرف يشغل فرقته كويس. صح. فانك تعمل الماتش دوت على سيراميكا وانت في الوضع ده، وخاصه الجول الثاني بالهجمه المرتده بعدد اللعيبه اللي كان في الهجمه المرتده، لا تعرف ان في دلوقتي لا يعني. انا كنت شايف كمان ان مع الكابتن حمد كان يجي حسني، لان الفتره دي كان محتاجه التزام زي ما قلت لك في الاول. الفرق بين الفتره دي والفتره اللي قبل كده هو الالتزام والمسؤوليه بتاعت اللعيب. اللي كان هيوصل الالتزام والمسؤوليه دي هو شخصيه زي شخصيه حسني. طيب بمناسبه مسؤوليه اللعيبه او ان اللعيبه تحس بالمسؤوليه، من ساعه ما وعينا على الاسماعيلي بصراحه وانت كنت بتلعب في الاسماعيلي، ازمه مستحقات، ازمه ماليه، ازمات طول الوقت في الاسماعيلي ما بتتحلش، وما جاتش اي اداره بصراحه حلت هذه الازمه، ربما غصب عنهم او ربما للتكاسل او ربما انه عدم ايجاد حلول ذكيه يعني. بس اللاعبين عدم تحملهم للمسؤوليه فيما يخص الامور الماليه دي، وانها تزهق وانها تمل وانها تسيب النادي، ده ممكن نلوم فيه اللعيبه ولا نلوم فيه الاداره؟ اي مشكله ماديه تلوم فيها الاداره. احنا على ايامنا احنا كريم، ايام ما كنا بنلعب، الفتره اللي انا لعبت فيها، لعبت في النادي الاسماعيلي 9 مواسم. فتره 9 مواسم دي انا شايف كنا افضل جيل او من افضل الاجيال اللي مرت في النادي الاسماعيلي. صح. وكانت مشكلتنا ان احنا ما خدناش بطوله، هي المشاكل الاداريه. احنا مر علينا مجالس معينه كتيره جدا يعني، طول ال 10 سنين اللي قعدتهم في اسماعيليه مجالس معينه كلها، المره الوحيده اللي كان فيها مجلس منتخب وكان فيها استقرار لعبنا فيها ماتش فاصل على الدوري مع النادي الاهلي. ده كان باشمهندس نصر ابو الحسن هو رئيس النادي، والفتره دي الوحيده اللي كان فيها استقرار، لعبنا ماتش فاصل مع النادي الاهلي. فالاستقرار الاداري ده مهم جدا. مجلس اداره السنه دي باشمهندس يحيى كون بيحاول يعمل افضل حاجه للنادي، واحنا مساندين ليهم وكل حاجه. لكن هو جاي النادي وعارف ان النادي عليه مشاكل كتير جدا، وعليه ديون وعليه قواضي وعليه وعليه وعليه. فانا الناس انتخبتني وانا مرشح نفسي وانا عارف المشاكل الموجوده، فبالتالي انا داخل وعندي حلول، فمحدش يتكلم في مشاكل الماديه دلوقتي. دي وجهه نظري. المفروض المفروض ما يبقاش في مشاكل عشان ادام انت جاي. انا داخل وعارف المشاكل اللي جوه، فانا داخل والمفروض عارف احلها ازاي. ممكن تقول للناس في مشكله دلوقتي، بس انا دلوقتي حلها انا عامل حسابي انها تتحل في خلال كذا، او فيبقى في حلول، لان انت داخل وعندك حلول. طيب المنافسه السنه دي في الدوري الممتاز شايفها هتبقى اهلي زمالك بيراميدز فقط، ولا ممكن نادي زي فيوتشر كده يجي من بعيد ويخش يزاحم، خصوصا ان النقاط عماله تضيق يعني؟ والله هي السنه دي فرصه لاي نادي يقدر يخش في المنافسه على الدوري كمان، مش المربع الذهبي بس. أيوة. في ظل مستوى الاهلي والزمالك اللي احنا شفناهم الفتره دي، فرصه كبيره جدا لاي نادي يخش في الزحمه دي. لكن زي ما قلت لك لا بتفرق. انا كنت بتكلم معاك ان ماتش فيوتشر امبارح والاتحاد فيوتشر فيها جهاز فني عالي جدا طبعا، كابتن علي فيها لعيبه كويسه جدا وعملوا شوط اول مع الاتحاد كويس قوي، واستغلوا كل الثغرات وكل نقاط الضعف بتاعت نادي الاتحاد واحرزوا 3 اهداف. فننزل الشوط الثاني بالعقليه دي،
لا لازم وقفة. لان مش دي العقليه اللي هتوديك للدوري او تخليك تنافس على الدوري. لازم العقليه تتغير وانا ابقى نازل مش شايف نفسي. انا نازل لا انا عايز ازود، انا عايز احافظ حاجات كتير جدا، لكن التركيز كان مفتقد جدا الشوط الثاني، وده اللي يخليني لا فيوتشر لو ما غيرش الطريقه دي لا مش هينافس على الدوري. ممكن ياخد ثالث رابع لكن مش هينافس على الدوري. مش هينافس على الدوري لو ما غيرش العقليه دي. لكن لو مع ان اللعيبه اللي موجوده لعيبه كبيره ولعبه اهلي ولعبه زمالك ولعيبه عندها الامكانيات انها تنافس، لكن ان انا ابقى نازل بالشكل ده الشوط الثاني لا يعني لازم موقفه. طيب النهارده الكابتن ايهاب جلال كان موجود في مباراه النادي الاهلي، يحضر تقريبا معظم مباريات الدوري، متصور ان ممكن يبقى في مفاجآت في قائمه منتخب مصر القادمه؟ لا ما اظنش. مش هيبقى في مفاجآت؟ اصل هو قال هو القوامه هيبقى 40 لعيب. ممكن هو مش هيضم ال 40 لعيب لكن هيبقى في قوام 40 لعيب. ايه يعني المفاجآت من وجهه النظر اللي هي ايه؟ انه مثلا لعيب ما كانش مضموم قبل كده. بالظبط. هو بالمناسبه ضم احمد حمدي لاول مره في منتخب مصر من المحترفين. المحترفين انا يعني انا ما اقدرش احكم برضه لان انا ممكن يكون هو متابع عارف. لكن انا مش متابع محمد حمدي بصراحه فما اقدرش احكم. احمد حمدي مش متابع فما اقدرش اقول هو يعني ضمه صح ولا غلط. لكن في الدوري المصري هتلاقي اللي ظاهر قوي دلوقتي هو عاطف. فيوتشر. صح. ممكن يضمه. لكن هو هتلاقي فيه مصطفى محمد، هتلاقي ممكن محمد شريف، هتلاقي مين تاني ضم المحترفين. احمد حسن كوكا موجود. احمد حسن كوكا. فممكن يبقى عاطف هو موجود. هل هيبقى موجود على حساب حد من المحترفين؟ بس انا ما اظنش ان مش هيبقى فيها مفاجات يعني. صحيح. كابتن معتصم سالم شرفتني ونورتني كالعاده، استمتعت حقيقي بالحوار معاك. اشكرك جدا. شكرا كابتن معتصم. شكرا جزيلا.